مسي عليكم الخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية. الأجواء الحالية أجواء حارة نسبيا، ودرجات الحرارة الحالية المسجلة على أغلب المناطق تصل ما بين 27 إلى 30 درجة مئوية، لكن أيضا أجواء رطبة ونسب الرطوبة حاليا على بعض المناطق خاصة الساحلية وداخل البحر تتجاوز 70%. متوقع أن الرطوبة هذه تستمر معنا لعدة أيام. أيضا هناك فرص لتشكل بعض الضباب الخفيف على بعض المناطق، راح يصاحب تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق. لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر، خاصة مرتادين الطرق السريعة خارج المدينة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء لا زالت حارة، ودرجة الحرارة الحالية تصل إلى 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية نوعا ما مرتفعة إلى 77%، رؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر، رياح جنوبية شرقية سرعتها 12 كيلومتر في الساعة. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور بعض السحب العالية المتفرقة على دولة الكويت، لكن حاليا الأجواء صافية وخالية من السحب بوجه عام، ولا زالت دولة الكويت تتأثر بمنخفض جوي مأثر علينا برياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه تستمر معنا لعدة أيام. أيضا مع عبور لبعض السحب العالية المتفرقة فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق واردة خلال يوم الأثنين ويوم الثلاثة. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء حارة نسبيا، ومتوقع تصل درجات الحرارة على أغلب المناطق ما بين 25 إلى 29 درجة مئوية، رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه على المناطق الساحلية وداخل البحر، لكن بوجه عام الهواء راح يكون جنوبي غربي إلى متقلب الاتجاه على المناطق البرية. مع دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد راح يستمر معنا الهواء الكوس على المناطق الساحلية، مع استمرار ظهور الضباب على هذه المناطق راح يبدي ينقشع في منتصف يوم الغد. أيضا رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية على المناطق البرية، ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليوم الغد متوقع تصل ما بين 22 إلى 25 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية، لكن نوعا ما ترتفع هذه المعدلات على بعض الجزر خاصة الجزر الجنوبية كبر قارة وأم المرادم، متوقع تصل ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية. منتصف يوم الغد أجواء حارة مع استمرار رياح جنوبية شرقية، أيضا أجواء راح تكون رطبة، ومتوقع تصل نسب الرطوبة إلى أكثر من 70% خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر. نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر، خاصة اللي يعانون من أمراض الربو والحساسية. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، ويصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، مباشر أول أيام الحمل اللي تكون فيه تيارات الماء قوية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 4:28، شروق الشمس الساعة 5:47، وموعد أذان المغرب الساعة 5:23 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، متوقع تستمر معنا الأجواء مشمسة معظم الوقت مع ظهور بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق، فرص أيضا لتشكل بعض الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة مساء اليوم، وكذلك مساء يوم الغد فرص لأمطار خفيفة متفرقة واردة خلال يوم الأثنين وكذلك يوم الثلاثة. راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرات القادمة. العظمى المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة متوقع تصل ما بين 37 إلى 39 في مدينة الكويت، أما الصغرى ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية، رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة، راح تستمر معنا خلال هذه الأيام. أيضا خلال هذه الأيام راح نلاحظ نسيم البر ونسيم البحر. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.